أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري. طالب المجلس البلدي لطرابلس المركز بتوخي الحذر في نشر الأخبار وأخذ الحيطة مما يدعى على بعض وسائل الإعلام عن واقعة اختطاف عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال. وأوضح المجلس في بيان تلقت نبأ نسخة منها أن بعض الجهات تحاول طمس حقيقة واقعة الخطف وتضليل الرأي العام بقانونية ما قامت به المجموعة المسلحة من انتهاك لحرمة منزل عميد البلدية والاعتداء على ابنيه بالضرب. كما ناشدت عائلة عميد بلدية طرابلس المختطف كافة الجهات المسؤولة والتي على رأسها رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ووزير العدل المفوض التدخل العاجل لتحديد مكان وجود العميد وإخلاء سبيله الفوري. كما طالبت عائلة بيت المال في تدوينة لها نشرها ابن عميد البلدية على صفحته بفيسبوك طالبت الجهات المسؤولة بتقديم الجنات للعدالة. وأكدت العائلة تعرض عميد البلدية وابنيه للاعتداء بالضرب من قبل المجموعة المسلحة المجهولة التي قفزت داخل فناء منزل العميد واختطفته عنوة بأسلوب غير حضاري في الساعات الأولى من صباح الخميس. أكد مسؤول الملف الأمني في درنا العميد يحيى الوسطى عمر دخول 5 شاحنات محملة بالغاز إلى المدينة. وقال الوسطى عمر في تصريح للنبأ إنه دخلت كمية من الغاز عبر المدخل الشرقي للمدينة من جهة طريق مرتوبة. وأضاف مسؤول الملف الأمني أن إجراءات الدخول استغرقت حوالي 3 أسابيع مؤكدا أن أصحاب مقرات شركات الغاز سيوزعون الغاز وفق الآلية المتبعة حيث ستبلغ التسعيرة من 3 إلى 5 دنانير. أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن 14 ناقلة وقود جرى القبض عليها ومصادرتها ووضعت أخرى في قائمة الحظر واتخذت إجراءات لملاحقة ناقلات بناء على قرار من مجلس الأمن. ونقلت وكالة آكي الإيطالية الخميس أن المؤسسة لفتت في بيان لها أن هناك تنسيقا بينها مع مكتب النائب العام وجهاز حرس السواحل والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة لملاحقة مهربي المحروقات على طول خط الساحل الليبي. وأشار البيان إلى أن الأطراف ناقشت آليات مواجهة عمليات التهريب وتحديات التي تواجه سير العمل. نهاية الموجز، في أمان الله.